بعد توقفهم عن الدراسة قرابة 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، عاد التلاميذ إلى أجواء الدراسة للتحضير لامتحانات البكالوريا في ظروف استثنائية. كما نقولوا كوباو لي لوسون من مارس إلى يومنا هذا. لكن هنا يجي دور الأستاذ. الأستاذ عنده دورين، دور معنوي وتحفيزي، ودور كما نقولوا إلقاء الدروس. توجو حنا نلعبوا على الدور النفسي والمعنوي، وين كيما نقولوا نحبطوا لهم شويه لا بريسيون. الرغبه في النجاح واجتياز الامتحان في ظروف جيده يرافقه خوف وقلق التلاميذ من امتحان البكالوريا، خوف زاد من حدته هذه السنه الوضع الصحي الاستثنائي والتدابير الخاصه المرافقه. اثرت على التلاميذ كاع على كليه، اثرت علينا سلبا اكثر من ايجابا، وعلى الاساتذه بالطبع. كما نقولوا واحد تما ما على بالوش ما بوغتيش يتجوز، ومن بعد انت راك ملاشي، ومن بعد تقول ايماجيني دوكا يصدر قرار بلي نجوزو في جوان. يحكمك الخوف الارتباك، ما تقدرش تحكم كلش. تما اوروزمون دارولنا الباك في سبتمبر باش واحد لقى شويه وقت وين نقدر عاود يتلاقى مع صحابو، ولينا نديرو لي كور نحترموا مسافه الامان، ومنا محتمل الله غالب لازم نتعايشوا مع الكورونا هذه. كان ديفيسيل شويه باس درنا روبو طويل، ومن بعد ديريكت بدينا فرسينا شويه، مي صافي الحمد لله. دوك انا لاحقين في البروغرام ورانا اجور كما يقولوا، كنا نديروا غير لي ريفيزيون باش ليطاب الاخرى اللي هي الباك. الاولياء من جهتهم يحاولون تخفيف الضغوطات النفسيه عن ابنائهم من خلال تشجيعهم وتحفيزهم. في الاول ما كانتش متقبله لي سوتيان هذاك، كانت متقبلته كامل في هاد 6 شهور اللي فاتوا. كنت معاها نهضر معاها ايتو، مي اللي تي ترو ستريسي. مي ومن بعد كي سمعت بلي خلاص حلوا لي زيكول، وحت لقى مع الاصدقاء تاعها التلاميذ لي بروف وكاع، اللي فينو عند استاذ عواطف مديره مدرسه لقمان الحاكم، هنا اللي عودت على غوبري كونفيونسونيل. ايام قليله فقط تفصل التلاميذ عن امتحان البكالوريا الذي جاء هذه السنة في ظرف مغاير بعد تفشي فيروس كورونا، وضعية استدعت وضع بروتوكول صحي خاص تحسبا لهذا الموعد.